السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير، كل شي مزيان. اللي تفرج في الفيديو تاع اليوم كيما قلت لكم، شتو قلت لكم 16 الا كان غادي يجي غادي يضرب الراس. المهم يجي في الترسي وصدق جاني الدوزيام. وكنت اصلا قلت لكم هذا السيد هذا اللي قلت لكم راه كيجيبها كيجيب الكانتي كامله، راه فعلا نيت جابها. كنت مدور لكم على 16 ولا 13 و 3، عطيت لكم 16 عطيت لكم 13 عطيت لكم 3. واخا كانت الكورسة صعيبة، ما حيتاش قلت لكم قلت لكم دوك اللي دورت لكم عليهم هما اللي عاجبيني. دورت على 16 ولا 13 ولا 3 ولا 12. 12 ما جاش، وكان نيت هنا 9 وكاين 16 كاين 10 تا هو هنا. وهذوك اللي قلت لكم هنا نيت قلت لكم جوج كل جوج واحد فيهم راه تقريبا كان فيهم 16 وكان فيهم 9 وكان فيهم 10. ولاريفي قلت لكم راه كاينه غير هنايا، وفعلا جات لاريفي تقريبا غير هنايا. توكر غير هو كنت حاط لكم توكر بزاف، حيتاش قلت لكم الكورسه راه اصلا مخربقه. ورا خلصت تقريبا اللورد، راه شتو شحال دار؟ دار 75 مليون. راه نحط لكم النت التصويره ديالو. المهم هذه الكورسه ديال غطا، الكورسه تاع غطا تا هي صعيبه ياك، ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل كاين هي في هاد الفافوري هنا. كيما قلت لكم ديما تنقول لكم هاد خمسة الفافوري بداو يلعبو اليوم، لأنهم ضروري كيجيو فيهم ثلاثة ولا أربعة. هاد هما خمسة الفافوري ديال الكورتا ديما، و تيكونو محطوطين بالترتيب، بروميير فافوري دوزيام فافوري. المهم إلا كانو بيجي تيجيو بالترتيب اللي محطوطين فيه هنا. و راه جابو فيهم اليوم نيت، عاود تاني ثلاثة يمكن لي جابو فيهم لا ماتش. المهم نهضرو على الكورتا دابا ديال غدا. خمسة الفافوري اللي عندنا تاع غدا هما هادو، والتسعود والخمسة 8 و 6 و 4. دازنا جوج فافوري 8 و 9، ديما الاول فافوري و تروازيام فافوري. نزيدو لهم التواكر ولا التصيدر 7 ولا 10 ولا 1 ولا 2 ولا 12، يقدر يجي فيهم شي واحد 2 ولا 12. المهم عندنا هادو هنا كيما العادة، ديما اللعب تقريبا تتكوني هنا. كيما بتكون القرصة سهلة ولا صعيبة ولا كيما بتكون كحلة ولا، المهم تتكون ديما تقريبا هي هنا. ديما اللعب ديما اللعب كاين عندي هنا، ولكن شي نهار غادي نبرعكم كاملين ان شاء الله. المهم عندنا هنا 4 ولا 5 واحد فيهم يقدروا يجيو بجوج الله اعلم. المهم التسعود والتلاتة واحد فيهم تقريبا، انا راه قلت هاد التسعود هدا غدا يقدر يكون يقلب. الى جا الخمسة، الى كان الخمسة نيت صحاح، الى كان الخمسة نيت كاين 100% يقدر يكون هاد التسعود يقلب هدا ويموت 4 ويموت التسعود وتجي الخمسة والتلاتة والتمنية. شتي هادي راه تقدر تجي تيرسي 5 3 8. المهم انا عندي الخمسة وعندي التمنية وغنوريكم اللعب اللي حطينا. عندنا التسعود والتلاتة قلت واحد فيهم، قلت الى جا الخمسة يقدر يموت التسعود ويجي التلاتة ويجي معاهم الواحد، حيتاش هاد الواحد والتسعود ضروري واحد فيهم غادي يجي في الترسي. والمشكلة عاوتاني التسعود وربعة واحد فيهم ضروري، والمشكلة هو الى جا، الى جا الخمسة قلنا الربعة الله يعاونو ويقدر يجي ماتش، وقلنا التسعود الله يعاونو حيتاش هي قلنا الخمسة 100% التسعود مشى. هو مشى هنا ومشى هنا، يعني انا يعني نهز خمسة ونهز الواحد ياك، انا نهز الخمسة ونهز الواحد. انا قلت تسعود هنا قلت هنا قلت هنا، وانا هزيت الربعة يعني انا زيت خمسة اربعة، يعني خمسة اربعة يقدروا يجيو بجوج ويقدر ولا يقدر يجي فيهم غير واحد. المهم انا راه تنوريكم هادشي على حساب اللعب تاعي، وكل واحد اللي هو اللعب تاعو كيدير وكل واحد وعقلو كيدير. وراه اللعب ما تلقاش كي الا جيتي تشوف اللعب كل ديال كل واحد ما كتلقاش كيتشابه، كل واحد واللعب ديالو كي بوحدو. المهم عندنا التسعود والخمسة، راه اللي تقريبا اللي كيتصنت هي الفيديو اللي الهضره كنقول، راه يلاه الهضره كنقول راه تقريبا كنقول فيها نيت اللعب، كنقول فيها فاش نقول لكم ديك واحد واحد وشكون اللي عندي صحيح وداكشي، راه تقريبا كنعطيكم نيت العيوده اللي رابحين. المهم عندنا التسعود والخمسة قلنا والواحد دونجير 8 ولا 2، يعني هاد 8 جا قلنا 8 جا قلت انا الجوج ما عنديش ماتش.
تمنية المهم كاين في خمسة الفافوري، هو تروازيام فافوري، جوج ما كاينش في خمسة الفافوري الاولين، غون بلاصي السبعة ولا الحداش. هاد السبعة ولا الحداش هما يقدروا يكون فيهم شي واحد، حيتاش لاعبهم استغلوا باركوس، ولكن انا ما عندي حتى شي واحد فيهم. هادو تاهما تقريبا كيجي فيهم واحد، واحد اللي كيجي هنا انا ما صعيب يجيو بجوج، قلت انا المهم السوربريز، قلت انا في هاد الجوج هادو يقدر يكون هو هاد السيسي. 3 ولا 13 واحد فيهم، قلنا 13 الى ما جاش يجي 3 خرج لينا في الاول، هنا قال لينا ما 9 و3 كاين، وهاد 3 هادو ضروري واحد فيهم يجي في التيرسي. بحال دابا قلت انا اللي بيجي هاد 6 يقدر يضرب الراس، هو بروميير، الى بيجي هاد 3 يقدر يجي دوزيام، ولا بيجي هاد 4 يقدر يجي تروازيام. المهم هادو ضروري شي واحد فيهم في التيرسي، هاد 6 3 4 الربعة يعني راه ملعوب شحال من خطرة، ولكن أنا ما عنديش في اللعب. المهم قلنا 9 و1 1 فيهم، و4 و9 و1 فيهم، و9 و5 و1 فيهم. هادشي تنقول لكم أنا هاد واحد فيهم تنهضر لكم أنا تقريبا على لوباز ديال التيرسي، ديما كنهضر لكم أنا على التلاتة الأولين اللي رابحين، حيتاش اللعبة شنو هو، هو التيرسي هو التلاتة الأولين اللي خصك تجبد اللي ديك الساعة تبع ليهم كاتريام وسانكيام شكون اللي بيجي، حيتاش الا ما عندك 3 الاولين راه ما صالحين لوالو، لا جبتي لك 4 ايام ولا 5 ايام. هذا كيما هذا عاوتاني عطينا 9 و5 اكس 7 12، 7 هذا ما عرفت كيفاش قالوا داك 12 دون لي جيملي، هذا يقدر يجيب الجيملي 5 قلنا 100%، ويقدر يجي معاه شي واحد فهاد، وهو تاني هاد السيد هذا اللي قلنا لاريبي تقدر تكون عنده. عاوتاني عطينا 4 9 8 5 6 9 1 2 13 12 10، الا لاحظتو واحد البلان هنا 9 مدوبل على 2 الخطرات، ولكن هاد 9 انا كيبان ليا يقدر يكون عقل، ولا يقدر يكون هو الثلاثة، ثلاثة هو اللي ما كيظهرش بان ليا انا هنا، والثلاثة راه كاين تقريبا في اللعب. قلت انا 9 مع 9 اللي مدوبل يقدر يكون هو الثروة. السوغلو باركوس عاطي لينا 5 9 تخي اون فورم 10 4 6 بيل شونس 12 1 2 8 توكارت 7 ولا 11، 7 ولا 11 اللي عاطي لينا هداك غون بلاص يدخلو في اللعب، يقدر يجي بيهم شي واحد يقدر ما يجيش الله اعلم. المهم انا اللعب اللي عندي هو هادو، هيا مون باز 5، عطيت لكم هاد التيرسيات تقدر تجي، قلت انا الله اعلم تقدر تجي اوردر مع الدعوة تاني جران بري، يقدر يجيبوا لك جوج لونين في الفافوري ويجيبوا معاهم شي توكار ولا كاتريان فافوري. المهم عطيتكم 5 اكس دوزيام 8 توكار، قلت انا يقدر يجي دوزيام، ولا عطيتكم 1 و3 و6 و10. هادي اللي عجباتو بيه لعبة ما غاليش عليه، لعبة 24 درهم دايرة تقريبا، ورا الا جات راه مزيانة راه غادي تخلص. الكانتي 5 3 1 8 10 6، انا يخصني نزيد لكم واحد الرقم، قلت انا هذا 4 هو خرج ليا ما كاينش في اللعب، ولكن زدتو انا ما تعرف 5